الآن أنتم تشعروا بقيمة المسجد. نعم، لأن المسجد هنا يعني تشعر بقيمة المسجد، لأن يا خارج من المسجد ترى ما ترى وما ترى، فعندما تشعر ورجل قلبه معلق مساوي قلت الله سبحانه وتعالى تجعلها عامرة بذكر الله، المكان الذي اتبع فيه نعلك أكرمك الله ضع نار الدنيا. لا تتكلم عن السيارات وعن العقارات، تتكلم عن مرسي وكب يا رجل، من السياسة ترك السياسة. أنا أقول على هذا الكلام صح. وأن المساجد لمن؟ فلا تدعو مع الله أحدا، لا تتكلم عن الدنيا عن السياسة عن سفر ورجع، تكلم عن ماذا نقرأ، ماذا ندرس، ماذا أخذنا اليوم، نريد أن نذاكر القرآن. إخوان هذا المسألة لو يدخل كافر الآن إلى المسجد ويرحل من في المسجد استقامة طاعة وذكر لله، يقول هؤلاء جدين صح؟ أما أسمع كلام مرسي وكلام عن كلام صح؟ طيب صح؟ من غير إذا خرج من المسجد تكلم داخل المسجد ما ممكن فيه. والذي يفتح الجواب يلعب فيه بعض العاب وكذا ما يصح، هذا غير النغمات ويبحث عن الرسائل يمحيها. نعم صحيح والله موجود. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، فاجعلوا يعني هذا المسجد عامل بذكر الله. يوصي بعضنا البعض غير المجلس، اجعل المجلس يعني عامل بذكر الله. تأتي إلى الإمام وتقول أريد أن أقرأ عليك الفاتحة، تصح علي التلاوة، أريد أن نجتمع ونقرأ تفسير سورة مريم، نريد أن نسمع كذا، نريد أن نتعاون في إفطار الصائم، نتعاون في كذا، في توزيع الأوراق، ننظف المسجد، كل واحد منا مسؤول في هذا المسجد، صح؟ هنا المسجد ليس حكم على الجمعية وعلى النوم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، لابد أن نتعاون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله اليوم الآخر. عمارة المساجد عمارة إما حسية أو معنوية، عمارة حسية بالبناء والتشييد والنظافة والفرش، عمارة معنوية أن تجعل المسجد لله، ذكر، قراءة قرآن، صلاة، تهجد، تراويح، دروس، غير هذا. هذا المهم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خراب، خراب المساجد، خراب حسي ومعنوي، رمي الأوساخ والأكل والشرب، يعني مع المساجد لم تبنى الأكل والشرب، أكل والشرب عارض لا يشكر، أما نجعل المسجد مكان الأكل والشرب كأنه كافيتيريا صحيح أو مقهى ما يمكن، تقول الله صحيح، أو نجعل المسجد مكان الرقص والطرب، موسيقى تسمع في المساجد، نعم، أو ما يسمع البعض يعني من الرقص والتمايل، هو هكذا ناس الحال. فإخواننا لا بأس بالنوم في المسجد، لكن ينام في المسجد، تقام الصلاة وهو نائم، في الدرس نام. نعم هذا معناه اتخذ المسجد فضل على الصفة، كان يأكل المسجد ويأكل، لكن كان منهم أبو هريرة طبعا، أبو هريرة من أكثر الصحابة والله عليهم حفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يفرط في طلب العلم وفي الحفظ وفي غيره. فنحن هذا إخوانا قد يطلع علينا بعض الناس يرى مثلا الاجتماع أنه متفرقين، يقول هذا متفرقين في الظاهر، هذا متفرقين في الباطن، يرى أنا أكل أشرب، يقول هذا أماكن مهنة العبادة، لأنه ما ترى يعني ممكن ما ترى من كنائس وكذا وناس يلعبون ويأكلون ويشربون، نعم غيروا كذا، لكن في أشياء
نزع عن المسلم انه ما ياتي بها ولا تكون في مساجد بيوت الله سبحانه وتعالى. اخوانا الله في المساجد، مساجد هذه بيوت الله، ونحن بحاجه الى عماره المساجد خاصه بهذه العماره. انت تشعر الله انه كان شيء يعني فقد منك عندما تخرج وعندما ترجع تشعر بقيمة المسجد. ولو اسال الكل هل كان هذا الشعور في بلاد الاسلام تجد؟ اقول لا، اكثر ما اجده في هذه البلدان. الاولاد الان لا من ربط الاولاد على محبه المساجد. نعم هذا كان عليه السبب، ولكن الوالد عندما ياتي المسجد لابد ان يضبط ضرب الصغار. ما يصح ان يضرب الصغير الا من الولد ولي الصغير، ويكون الضرب يقصد به التعليم. الغالب ان الضرب ان يقصد به انتقام لنفسه، وان يقع من الصغير مقتل الضرب عنه. يعني تعرف ان بعض الصغار يسمع اشياء هذا انت كنت تسمعها ولكن تسمعها وكذا، وان يكون الضرب لمن يعرف الضرب. عندنا صغير ابن سنه مثلا، هذا يعتبر مبرر لانه يعرف الضرب اصلا. فبهذه الطريقه ممكن، وان يكون الضرب بمقدار ضرب غير مبرح ما يضرب على الوجه. نعم ولا يضرب صوت مثلا. نعم العبد يطلع بالعصر والحر تكفيه إشارة. إذا سبق الصغير إلى الصف الأول هل لنا أن نرجع من الصف الأول؟ لا، على العكس، إذا سبق إلى شيء فهو حقه. يؤتى بالصبيان إلى المساجد يتعلموا الصلاة ليسمعوا كلام الله ليتعودوا على الصيام. لكن قلنا إذا كان هذا الصغير يضبط الحمد لله، إذا كان لا يضبط قد يفسد على الناس أو يصيح أو يسمع، لا هذا نرجع فيه إلى ولده.